الديكر محمد رشاد سلطان المسرح الليلة. في يقول كلمتي وامشي؟ او بالاحرى الاحسن اياك بدك تمشي وتجي لعندي إيه هيك قصدك؟ تفضل تفضل اهلا وسهلا فيك يا وائل. انا بدي حييك. برافو برافو برافو. وبدي اشكرك. ميرسي. وبدي احييكم كلكم وبدي اقول لكم تصبحوا على خير. باي. شكرا لك يا وائل. يمكن عندك ظروف طارئ يا وائل، اضطريت تغدرنا. نانسي تفضلي، شو تعليقك على اداء محمد رشاد؟ يلا يلا راجع. نانسي لو سمحتي اعملي معروف. احلام بدها تقولها. تفضلي احلام. محمد نحن بكره عندنا التصفيات. يعني فعلا بعد ما سمعناك اليوم وانت اليوم ختامها مسك، غنيت مرة حلو، يعني نفكر انه الجمهور ان شاء الله بكرة اكيد احنا كلنا بكرة راح نكون يعني نصوت الاصوات الحلوة اللي نبغيها تظل معانا في البرنامج. ان شاء الله يا ربي تكون انت احد هذه الاصوات. غنيت الشعبية اللي في صوتك هي سبب نجاح أي فنان يملك شعبية حلوة في صوته، وهذه تعلمناها حتى من العمالقة اللي يملكون الشعبية الحلوة اللي في صوتك. أنا أكيد اليوم راح أعطيك الكرت الأخضر، تستحقه بكل تقدير وحب ونجاح. أحسنت يا حبيبي اليوم، أحسنت. شكرا. نانسي تفضلي. محمد أنا فان لجورج بسطوف، فلما دايما لما بسمع او بعرف انه حدا بده يغني لسلطان الطرب بيستفزني انه بدي اسمعه كيف بده يغني وباي طريقه بده يغنيها. انت غنيتها باسلوبك الخاص اللي انا على طول بحسه سبيسيال. برافو. شكرا. حسن انت مبدئيا قرفتك حلوه، يعني بس سيبك بقى من الكلام ده كله، انت قرفتك حلوه والناس بتحبك. بيقولوا لما واحد بيعمل حاجه كويس قوي بيتقنها، يعني بيقولوا انت نينجا في اللي انت بتعمله. انت نينجا الغنى الشعبي يعني بامتياز. مظبوط. عندي طلب صغير، هو طلب عشان استمتع بس بيه مش اكتر. نفسي اسمعك بتغني لبهاء سلطان. كنت رائع، احسنت. عشان انت اخر مشترك بس انا ابغى اقول تعليق بس شيء واحد. بليز بليز انا اليوم لابسه ازرق، ولا تنسون عشان نادي الهلال ازرق، لا تنسون تشجعون، لا تنسون بكره تتابعون وتشجعون وتدعمون ان شاء الله نادي القرن الاسيوي نادي الهلال. لا تنسون الهلال اهم شيء، مثل انا بلا هلال. يا محمد هالسعيد لمحمد رشاد، وتذكروا انه 3 هو رقم التصويت الخاص فيه، وهيك بنكون سمعنا كل المشاركين. خلينا نشوف مرة تانية كيف كان أدائهم لليلة.